مليكة، الدكتور سعيد كان عايز يتكلم معاكي كلمتين. هاي دكتور، ازيك يا مليكة؟ الحمد لله كويسة. طيب انا هسيبكم تتكلموا وهغير هدومي وارجع لكم تاني. يلا خد راحتك. ضغط عليا عشان اسيب حالتك، بس انا حاربت عشان افضل. شكرا قوي. طب واحنا المفروض دلوقتي كده هنعمل ايه؟ هنمشي في نفس السكه اللي احنا ماشيين فيها، بس الكلام ده سر ما بيني وما بينك، انا وانتي بس. طبعا، بس اللي انت بتقوله ده معناه ان احنا هنعمل دي ان ايه؟ نشوف بس موضوع حازم ده الاول. هنعمل ايه في موضوع حازم؟ انا عايز صوره لحازم، وعايزك تقولي لي ممكن اقابله ازاي وفين. اوكي، لو طلعت وبدلت السلسله فعلا انا اللي هعملك تحليل الدي ان ايه بنفسي، ساعتها بقى هنعرف اذا كنتي ايه ولا مليكه.